والعوجه قزمتوها اذا حنا كنقولوا بانه التعليم الاولي وباعالي الاصوات سلك من اسلاك الوظيفه العموميه وجزء لا يتجزا من المنظومه التعليميه من التعليم الاولي للتعليم الالي. اذا ما يمكنش حنا السيد الوزير او الحكومه عامه ان المربي والمربيه حنا قابلين بهذا الاسم، ولكن شريطه انه يتحترم كما كيتحترم في الدول المتقدمه واللي تعمل فيها التعليم الاولي منذ سنوات. اذا ما يمكنش نجيو اليوم ولا رجعنا للقانون الاطار ورجعنا للرؤيه الاستراتيجيه ورجعنا في الدستور ديال المنظومه التعليميه الميثاق الوطني كيقول بان التعليم الاولي غيتدمج مع التعليم الابتدائي وغنحصلوا على واحد السيروره تربويه منسجمه كتكون من 8 سنوات. حنا الان كيقولوا لنا بان التعليم الاولي ما يمكنش يتدمج بالوظيفه العموميه، يعني كتقول غيتدمج ما هو بيداغوجي. ما يمكنش انه يتدمج ما هو بيداغوجي لانه المربي والمربيه باش تخدم واحد الاستقرار وظيفي واحد الاستقرار النفسي والاجتماعي خص تكون عندها واحد اجور اللي هي محترمه، وضعيتها خصها تكون محترمه، وضعيتها النفسيه خصها تكون محترمه. ما نرجعوش للمسؤولين الاقليميين وما نرجعوش للمشرفين والمشرفات للاسف كيشدوا واحد الاضعاف ديال الاجره اللي كتشدها المربي والمربيه، وتيجي كاين الاملاءات اللي كتقولها للاداره المركزيه. لان حنا ملي كنقولوا للمشرفه وفيها الشيء راه ماشي من المهام ديالنا. تحيه لجميع المناضلين ومناضلات الجامعه الوطنيه للتعليم. دربي سلمان بن عيسى الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه للمساعدين التربويين، جينا اليوم في اطار التضامن لا مشروط مع فئه المربيات والمربيات مربيين اللي تعيشوا عده مشاكل عده كما تسمعوا الان في المداخله ديال الرفاق والرفيقات على انهم تعيشوا واحد الوضعيه هشه، وضعيه ما يمكن ان اقول عليها الا انها لا ترتقي بطموحات هذه الفئه. الان تلاحظوا ان تم الطرد ديال عده مربيات ومربيين. اليوم حنا تنطالبوا كجامعه وطنيه للتعليم بارجاع كل الموقوفين والموقوفات بدون قيد او شرط، ناهيك على الاجور الهزيله اللي هي ما تتجاوز 3000 درهم. كيف يعقل على ان الان وفي ظل الغلاء الفاحش ان مربي ومربيه يعيش ب 3000 درهم في ظل الوضع الحالي؟ ناهيك على كثره المهام اللي تتبدا من نظافه القسم الى 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 تداخل مع مهام الصحه. كيف يعقل على ان كما سمعتوا الان مربي ومربيه تيدخل باش يدي واحد المهمه نبيله الا هي التربيه والتعليم، والوزاره تتبجح ديالنا بالشعار ديالها وكما تشوفوا جميع لان في الشعار مرفوع التعليم الاولي والرياضه. فين هي التعليم الاولي؟ التعليم الاولي الان تعيش الهشاشه، ولهذا وجب على وزاره التربيه الوطنيه ان تتحمل مسؤوليتها في ظل الملف وادماج كل المربيات والمربيين في النظام الاساسي الخاص باطر وموظفي وزاره التربيه الوطنيه بدون قيد او شرط. التعليم الاولي خاصه نعرفوا ان هناك وقفات، هناك طلبات، هناك نداءات، هناك الموضوع، لماذا تم غوق هذا الملف او غوق الابواب ديال النقاش والحوار مع المؤسسه ديال وزاره التربيه الوطنيه؟ مع الاسف الدخول المدرسي الحالي ما تيسبقش السابقه ديالو، دخول مدرسي هش، دخول مدرسي غير منسجم مع الشعارات. التعليم الاولي بطبيعه الحال هما كموظفين تيتعاملوا معاهم في اطار جمعيات، وهذه الجمعيات بطبيعه الحال السيوله تسقط على وزاره التربيه الوطنيه وعن عن عن الى اخره، تتسقط عليهم تتوصل لهم واحد 3000 درهم. خصنا المحاسبه، خصنا المراقبه، خصنا الضرب على ايادي من حديد على ايادي كل فاسد في هذه الوزاره، لان لا يعقل على ان هذه الاموال الطائله تتصرف والمربيات تتوصلهم 3000 درهم بدون ادماج. ناهيك على الامور اللي هضرت لك عليها ديال عده مهام وعده تدخلات والتعسفات كذلك من طرف المسؤولين، تيعتبروهم هما بحال ما نعرف شي تفسير انا نعطيه راه ما جاليش على بالي بطبيعه الحال. كثر ما ان هذه الفئه خصها تنصف. كذلك كنضيف واحد الكلمه على اساس ان مساعدين تربويين كنقابه وطنيه للمساعدين التربويين تتحضر اليوم في اطار التضامن لا مشروط مع هذه الفئه، وتنطلبوا من الوزاره كذلك كفئه احنا بتحقيق الملف المطلبي بما فيه ادماج حاملين الشواهد. كاين مساعدين تربويين الان كما تعرفوا عندهم ماستر، عندهم اجازه، وهو في الاطار ديالو سلم 7 ولا سلم 6
ما يمكنش. كيف يعقل؟ كما قلت لك هذه الوزاره خصها تتحمل مسؤوليتها في جميع الامور. فعلا كان النظام الاساسي فيه بعض الامور هي ايجابيه، ولكن ماشي داكشي اللي تيطمح له الموظف، ماشي داكشي اللي تيرقى له الموظف باش يعيش العيش الكريم داخل هذا الوطن. وناهيك على ان الخيرات كما تعرفوا جميع موجوده، ها الذهب، ها الفوسفات، ها الفضه، ها النحاس، ها البرلمان تتعرفوا كذلك الاجور الخياليه، تعويضات كذلك الخياليه، وتجيو المربين والمريات والمساعدين التربيه وديروا لهم تقشف. لا يعقل، هذا الشيء ماشي معقول. وشكرا للتغطيه ديالكم. وزير التربيه الوطنيه الان تم تنصيبه على مسؤوليه وزاره التربيه. بطبيعه الحال وزير التربيه الوطنيه السي بن موسى، انا في وجهه نظري ديالي انه ترقى، رغم انه شرف على النظام المآسي. وزاره التربيه الوطنيه ورجال ونساء التعليم يشهدون على هذا، لانه في الصراحه ضرب الجيحه لوزاره التربيه الوطنيه. وترقى الان في هذا المنصب ان تطرح واحد العلامات استفهام كبيره، ولكم التعليق. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير الاخ؟ اليوم الاسباب ديال هذه الوقفه اليوم امام وزاره التربيه الوطنيه. شكرا. نحن كمربين غير راضين بما يوقع ما يقع في 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 ورش التعليم الاولي، كما نعلم انه ورش ملكي، لكن تدخلات الجمعيات واشرافها على هذا الموضوع هذا فكيشكل واحد الاشكال، هو تقشفي، اشكال تقشفي. رغبتنا هي نحن كمربين هو اصلاح ورشه التعليم الاولي، ويكون هناك ادماج، لاننا كنعيش واحد 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 النقص في الاجره ديالنا. كتقاسم معنا الجمعيات المشرفه على هادشي الاجور ديالنا. ثانيا التعليم الاولي جاء كاصلاح للمنظومه التربويه ككل. فرغبتنا هي لما نحن فالوزاره اعترفت بطفل التعليم الاولي كتلميذ يتمدرس في مدرسه عموميه في صف التعليم الاولي، لكن لا يعترفوا بنا نحن كمربون وكمربيات داخل 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 الاقسام. كنعيشوا اشكالات مع الجمعيات، علاش؟ لانهم كيفرضوا علينا اكثر من 15 طفل يكون عندك في القسم. ما الفرق بين 10 ولا 15 طفل؟ بل هناك هنا هذه الفكره هذه ما مقبولاش لينا حنايا، ما تقبلناهاش. كنطالبوا باعاده النظر في ورش التعليم الاولي وادماج كافه الشريحه اللي كتشتغل تحت فيه، وتشتغل لماذا لم تشتغل تحت اشراف وزاره التربيه الوطنيه؟ هذا هو المطلوب ديالنا، ورفع من الاجور ديالنا نظرا لما يعيشه السوق المغربي من ارتفاع الاسعار المعيشه واسعار السكن، اسعار التنقل، اسعار النقل الى اخره. المهم هذا هو مطلبنا الاول والاخير، رغبتنا هي الادماج. دور النقابات فهو حساس في 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 توعيات وتثقيف الشريحه الشغيله في التعليم الاولي وفي كافه الشرائح، في كافه الشرائح. كنشكركم على هذا النضال وعلى هذه التوعيه هذه اللي كناخذوها على يدكم. شكرا. شكرا وشكرا للاعلاميين، شكرا للاخوه، شكرا للصحفيين، وشكرا شكرا خويا. اليوم يتم تغيير تنصيب السيد وزير التربيه الوطنيه. نعم نتمنى ان نتمنى ان 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 ياتي الوزير بجديد ليقوم بتنزيل القانون المسمى 51/17 الذي ينص على 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 دمج الشريحه التربويه ضمن النظام الاساسي وضمن وزاره التربيه الوطنيه، ليكون هناك واحد الانسجاب بينه وبين الاطر الاخرى. نعم ونحن اليوم نرغب بان تزول المشاكل وان تقوم محلها حلول للمشاكل التي نعيشها. فعندنا اشكال مع الساكنات، عندنا اشكال مع المدراء، عندنا اشكال مع رؤساء الجمعيات اللي كيتبنوا التعليم الاولي، وخاصه منهم الجمعيات الفيدراليه. كنسمعوا بان الفيدراليه كطرد الفيدراليه ولا النهوض بالتعليم الاولي كيطردوا المربيات، علاش ما درتيش خدمتك ولا ما درتيش خدمتك، في حين انه ما كاينش تفتيش. اللي خصو يسهر على التفتيش هما الناس اللي عندنا اقدميه، الناس اللي عندنا اقدميه. ما كاينش تفتيش اسيدي، فعال واش واحد يقرا اطار منهجي غير حنا راه عشنا مع الطفل وعرفنا ظروف الطفل كيفاش النفسيه والوجدانيه والفكريه، كيفاش كيفكر الطفل، كيفاش كي بالاختصاص الطفل من اختصاصنا او تمدرس الطفل فهو من اختصاصنا. لذلك نطلب طلبا واحد هو اننا نمتلك حق الاقدميه في هذا المشروع.
سنستمر. نعم سنستمر في الاحتجاج، سنستمر في الاحتجاج وسنستمر في التبادل. نحن صامدون صامدون صامدون، لان الشغل لان الشغل لان الشغل ب 3000 درهم راه ماشي شغل، راه ماشي شغل هذا. راه ماشي شغل، راه كاين غلاء، راه ما تقدش، راه كاين ناس عندهم اسر وعندهم اطفال وعندهم ناس تابعين ليهم تيصرفوا عليهم هذا الشيء، راه ما تيقدش. 3000 درهم راه ما قد والو، راه ارتفعت الاسعار. كان هذا الشيء طموح الناس اللي ما عندهمش سميتو عليه، ولكن من واجب من وجهتي انا ان التعليم الاولي ماشي ما كان العاطلين، فيما يكونش عاطل واحد شي واحد عاطل على العمل، ما عندوش موهبه، ما عندوش قدره الايصال، ما عندوش هذا، نجيبوا نحطوه في التعليم الاولي. هذه خصها، هذه من منظوري انا ما خصهاش تكون. التعليم الاولي خصو يصبح مباراه، خصو يصبح الى اخره. وشكرا اخي، شكرا. إذا حنا سالينا مع الجمعيات الوطنية اللي هما رائدة في التخريب ورائدة في التقفز على الحقوق ديال الشخيلة. حنا غادي نمشيو كذلك، راه ما ساليناش، غنمشيو للجمعيات المحلية اللي في إطار شراكة مع المديريات والأكاديميات، لأن هادو اللي قلنا في إطار شراكة مع الوزارة. إذا حنا كنقولوا هاد الجمعيات اللي هما محلية خصكم تعرفوا كذلك بأن هادو تيشدوا أجر وما محترمش، اللي هي ما كتعداش 360 ريال، لأن حنا في دولة ديال المغرب الدرهم ما كنعرفوش. حنا في المناطق المنكوبة حنا كنعرفوا غير ريال، 60000 ريال اللي تنشدوا وتيقطعوا لينا 5000 ريال 6000 ريال الله معطي. أما إلا تغيبتي غيجيك استفسار ديال انتهاء العقد كما كان الحال دابا مع المربية صباح مشوار والمربي سعيد اسماعيل مجيد اللي كاين تا هناك وباقي الاساتذه والاستاذات. راه ماشي غير هادو اللي مطرودين، راه كاين حالات اخرى غير هادو. جاو عندنا اللجنه الوطنيه في اطار الجامعه الوطنيه لانهم هما تيقولوا بان ما غنسكتوش على حقنا، كما كنقولوا كذلك حنا ما غنسكتوش على حقنا. اذا الجمعيات المحليه اللي هي كتعامل بواحد الطريقه خطيره جدا ديال الاشطو، كتخلص المربيات والمربي بدفعات، الدفعه الاولى 6 شهور والدفعه الثانيه 6 شهور. واحد المربيه عندها اسره، عندها تربيه، عندها حياتها، خدم 6 شهور ما تخلصش. حنا كنقولوا لك السيد الوزير راه انت غير ندوه صحفيه غديرها بالتعويض، انت غديرها بالتعويض. إذا جميع الموظفين وغير تيديروا لنا دواء صحفية تيديروا مداوم التعويض. إذا كان العقاد الآن مازالين وبعض التقارير في السيد الوزير نقول لهم لك بأن المديرية ما غاديش ترفع لك التقارير، ما غاديش تقول لك بأن التعليم الأولي مزيان. حنا نقول لك مزيان. وعليكم السلام. نعم. نعم انا مطروده من اقليم تاونس، انا اسمي صباح مشوان، مربيه التعليم الاولي، عضوه اللجنه الوطنيه والتنفيذيه ايضا للجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي. والان انا مطروده من طرف المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي لاسباب مجهوله، واخذ اعتصاما مفتوحا امام مقر المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي ليومه 13، ونحن مازالين مستمرين في الاعتصام لحد ان يتم انصاف الفئه المطرودين، لان مطرودين 5 مربيه و4 مربيين من اقليم تاونس، وارجع المطرودين الاقسام والعمل ديالهم. اسباب مجهوله الحدود الساعه، احنا ما عرفناش علاش طردونا، ما عطاونا حتى شي سبب مقنع اننا علاش طردونا، فقط مثلا لاننا انتمينا لواحد النقابه معينه، لان ديجا تعرضت لواحد التهديد من طرف
المسؤول الاقليمي ومن طرف المشرفين التربويين بانني خاصني نتنازل على العمل الحق في العمل النقابي ديالي ونتنازل هذا سينو غادي يطردوني وفعلا كنطرد لانني انتمي للنقابه. اما فيما يخص يعني اسباب اللي هي مبدئيه ومشروعه واسباب اللي هي ورقيه وهذا للاسف ما كان حتى شي استفسار ما كان حتى شي تجاوب مع الملف ما كان حتى شي الحدود الساعه فقط طردناكم حيت بغينا كاين نعم نعم اصلا المربيه الان واليوم مع العلم ان ورش ملكي التعليم الاولي راه ورش ملكي حطوا لينا سيدنا الله ينصرو وشغلنا فيه كمربيات لكن للاسف الشديد الحكومه والوزاره دبرات هذا القطاع مع عن طريق الجمعيات والوساطه ما بين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي وجمعيات محليه او مؤسسه مغربيه لنهضه التعليم الاولي اللي هما من المؤسسات الكبرى كاين زاكوره مؤسسه المغربيه لنهضه التعليم الاولي وايضا كاين الفيدراليه للتعليم الاولي ناهيك على الحدود الساعه كاين 500 جمعيه محليه كتدبر اقسام التعليم الاولي على الصعيد الوطني وفي حين ان المربيه كتقاضى الاجر ديال 3000 درهم ما ينهي اقل من السميك كاع اقل من السميك في ظل هذا الغلاء وغلاء الاسعار والقطاعات كاملين للاسف تزاد لهم واحد 100 درهم في الصالير ديالهم الا المربيين الا الفئه ديال التعليم الاولي مع العلم ان هذه الفئه كتشاغل مع اطفال ديال التعليم الاولي ما بين 4 و6 سنوات يعني اللبنه الاولى لاصلاح منظومه التعليم التربيه والتعليم ايضا لهذا نحن الان ناخذ هذه الوقفه الاحتجاجيه امام وزاره التربيه الوطنيه احتجاجا على الطرد التعسفي اللي تعرضنا ليه احتجاجا على الوضع المزري التي تعيشه المربيه لا من ناحيه لا 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 من ناحيه الاجر الهزيل لا من ناحيه العمل اللي كتقوم به المربيه داخل الاقسام التعليم الاولي لان المربيه اليوم والان في مدارس عموميه تقوم بالنظافه تقوم بتربيه تقوم بالتدريس تقوم باعمال كما كنقولوا التنشئه الاجتماعيه بحال المقدم تقوم بادخال الاطفال يعني بما هو اداري ايضا بما هو كترافق الاطفال المراحل ولا هذا يعني المربيه منها كل شيء كما كنقولوا بالاجر ديال 3000 درهم وناهيك على التسلط ديال المشرفين والمشرفات التسلط ديال المسؤول الاقليمي انا رشقات لي ما بغيتكش غدا غنصيفط لك غزينيا صوت كونترا بالكاشي ديالي فقط لان احنا ملي كنهضروا على كمؤسسه وعندها اداره وموارد بشريه الا كان الطرد كيكون اول حاجه كيكون الا كان واحد الخطا جسيم كيكون التدرج في العقوبات كيكون استفسار كيكون اقتطاع كيكون ما كاينش وتعطيك الطرد التعسفي ما يمكنش لا يعقل هذا لا يعقل ان جي بسم الله يلاه الطرد التعسفي الله يعاونك ما بقيتيش خدامه معنا اعطيني سبب مقنع انه يقنعني انني انا تطردت بناء على قرار او تقارير كيديه لان اصلا هما كيطردونا بناء على القرارات الكيديه من عند المشرفين وكيجي الطرد من طرف المسؤول الاقليمي فقط بالكاشي ديال المسؤول الاقليمي فقط اين هي الموارد البشريه اين هي الاداره المركزيه اين هما غياب المسؤولين يعني عاطين واحد المسؤوليه المسؤول الاقليمي هو يقدر يتصرف فيك بابشع الطرق بداك الشيء اللي بغا هو وحنا ما غاديش نتنازلوا على حقنا ومازالين مازالين مستمرين في الاعتصام وغادي نستمروا في الاعتصام الى حين يتم الانصاف ديالنا والرجوع ديالنا للاقسام والعمل ديالنا وكنطالبوا وطالب وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي بالادماج اسلاك الوظيفه العموميه بزياده في الاجور لان كاين مربيين اللي كيحملوا شواهد عليا منها الاجازه منها الماستر منها الدكتوراه كاين مربيين اللي اشتغلوا في التعليم الاولي لمده 20 سنه 15 سنه ما يناهز ديال واحد هذا التجربه كبيره في المجال اذا علاش غادي تجي طرد الناس مثلا بدون هذا اذا احنا نطالب وزير جديد بانصاف هذه الفئه ارجاع المطرودين الادماج في الوظيفه العموميه ادماج في النظام الاساسي
والزياده في الاجور، وتحيه نضاليه عاليه وشكرا. خاطي في المجال النقابي وهذا حق مشروع حق دستوري، ما هو دور او ما هو ردود فعل ديال النقابه الان؟ الحدود الساعه نحن معتصمين اثنين، اسماعيل مجيد وصباح مشوان، والحدود الساعه راها النقابه حتى هي مستمره معنا في الاعتصام، عضو اللجنه الاداريه رضوان ايتعيني، وايضا عضوه اللجنه الاداريه خديجه ماماد، عضو اتحاد نساء التعليم بالمغرب، كذلك يخوضون اعتصاما امام معنا امام مقر المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي منذ اليوم الاول الى يومنا هذا. طبعا الحاله النفسيه ما غتكونش هي هذيك، لانني اصلا هذه المؤسسه متسبه لي في بزاف ديال الامور، مثلا محاوله الاغتصاب. انا المؤسسه صيفطاتني نهار 29 في شهر 8، بالله عليكم واش ان المؤسسه التعليميه كتفتح نهار 29 في شهر 8؟ ما كايناش. صيفطاتني فاش مشيت للمدرسه تعرضت لمحاوله اغتصاب من احد مستسقعي الضواوير، تعرضت للضرب وقتل، وذلك مرفوق بشهاده طبيه ديال طبيب نفسي، مرفوق بلوردونونس ديال طبيب نفسي. ايضا جاو فرضوا عليا المسؤول الاقليمي والمشرفين التربويين انني نسمح لذاك المتسكع من تعتقل، علاش؟ لانني غنبقى نشتغل في نفس المدرسه، يعني كنتحمل كامل المسؤوليه ديالي الا هو مشى للحبس والوالدين ديالو تعرضوا ليه ولا شي حاجه، كنتحمل. واضطريت انني نتنازع على حقي باش حفاظا على السلامه والامن ديالي، وخدمت واستمرت وخدمت في نفس الظروف، مع العلم ان الدوار ديالي ماشي هو هذاك، انا بنت مدينه تاونات المركز، وكان بعد على المسقط الراس ديالي ب 100 كيلومتر في الظروف الصعبه. طبعا بموقف المندوبيه الاقليميه اللي الصمون بكمون لا يقشعون الحدود الساعه، رغم المراسلات رغم كل شيء، رغم كل شيء اللي يديروا. نعم، المدير ديال المؤسسه هو اللي يدير هذا البحث؟ لا، ماشي المدير ديال المؤسسه، للاسف الشديد انا مدير المؤسسه، عندي علاقتي بها جد جيده، الاساتذه جد جيده، مدير المؤسسه كيقيمني بنقطه ديال جيد جدا في التقرير، المدير المفتش ديال وزاره التربيه الوطنيه كيقيمني بنقطه ديال جيد جدا في التقرير، لكن هذه التقارير كيديه، لان احنا التعليم الاولي محسوبين على جمعيات ماشي على وزاره التربيه الوطنيه، فقط هي اسم لكن ليس اسم على مسمى، غير اسم. حنا كنساميو جمعيه، اذا المسؤول في ذاك الجمعيه هو اللي كيدبرك وهو اللي كيتحكم فيك بجميع هذا. انا حاليا موقوفه من المسؤول الاقليمي للمؤسسه المغربيه للنهوض والتعليم الاولي اللي هي جمعيه ربحيه. نعم، رسالة ختاميه بهذا الموضوع. انا كنوجه الرساله ديالي للوزير التربيه الوطنيه الجديد، وكنقول له راه خصك دير لينا الحل، ترجعنا للاقسام ديالنا، تدمجنا في هذا، حنا راه جزء لا يتجزا من منظومه التعليم التربيه والتعليم، حنا بغينا نرجعوا للاقسام ديالنا، الاطفال ديالنا كيتسناونا، ما درناش، علاش غادي نطردوا؟ كنطالبوا بالادماج، كنطالبوا بالزياده في الاجور، كنطالبوا بانصاف هذه الفئه، كنطالبوا بانصاف التعليم الاولي، وشكرا وتحيه نضاليه. تفضل. اذا مشاهدي جرجبير من امام وزاره التربيه والتعليم.